إذا كان في عندكم مقطع فيديو أو صورة وفي لون معين حابين تغيروه جواته، بشرط إنه يكون هذا اللون متميز عن باقي الرسمة أو الفيديو، فبإمكانكم تستخدموا أحد الإفكتين التاليات Change Color أو Change to Color. راح استخدم Change to Color. نختار من الأول اللون اللي إحنا بدنا نغيره، الثاني اللون اللي إحنا بدنا إياه يصير عليه، وبالتالي شايفين اللون كلياته ما تغير الا الخلفية تغيرت. طبعا الشرط هون انه تكون الخلفية كتير واضحة ولونها كتير واضح.